السلام عليكم، معكم ابن العاصمة. بون خوتي، رانا 26 أوت 2019، وانا متواجد اليوم لهنا في باب زوار. حبيت نقدم واحد الكلام، ولا نقول واحد الكلام يعني نوجهه للمسؤولين. خوتي، المسؤول لي ما هوش واجد وما هوش مستعد باش يموت على جال الجزائر، ما نسحقوهش، ما نسحقوهش يحكمنا، ما نسحقوهش يمثلنا. هذه لازم كما نقولوا قاعدة، هذا مبدأ لازم الشعب الجزائري يمشي به. بون درت هذا الفيديو باسكو دوك نمشي لابوليس سكورتيو في واحد المسؤولين، كلوا الدنيا، غلقوا الدنيا، وش بيكم هكذا؟ وش كاين؟ هذا المسؤول يرحم والديكم ولا خاف يموت، علاه يحكم؟ ما يحكمش. شوفوا مثلا كانت ولو القيادة الجيش، هاو القايد صالح يضل يديبلاسي من عين عجال، استغفر الله، المهم جهة باب جديد، لا ديفونس، من عين عجال لا ديفونس، كاين مسافة كبيرة. كاش نهار شفت سمعتوا به ديبلاسا ولا غلق الطريق، وخلي الضباط واحد اخرين وجنرالات واحد اخرين ديبلاسيو، ما كاين والو، ما نسمعوش كاع بهم، ما نحسوش كاع بهم. من بعد يجي مسؤول مدني ما نعرف فين نوصفه لكم، يغلق الطريق ويسكورتيو فيه ويظلموا في الناس ويطبعوا في الناس. وين انا رايحين بالعقليه هذه؟ وين انا رايحين يا خويا؟ ولاك خايف تموت؟ ما تحكمناش، ما تمثلناش. نورمالمون انت مسؤول تتحك مع الشعب، دبر راسك، اروح للمارشي، روح خدي في السيبيرات. ولا خطينا يا سيدي؟ خفت تموت؟ خطينا. ولا خفت تموت؟ بعدنا. ما تجيش انا ديموراليزيني وتقلقني انا. نورمالمون هذه قاعده الشعب الجزائري يسير بها. خوتي هذا مسؤول والو، يعني سبحان الله عنده مسؤوليه بينا احنا، يعني باش يخدمنا احنا، ماشي باش يجي يعفس علينا. وانتم يا الشرطه ثاني ما تزيدوش عليها يا صاحبي، قلقتوني اقسم بالله العلي العظيم. راهم مكرازينكم الهيبة تاعكم، نحاوها يا ربكم، مجرمين ما قدرتوش تحكموا فيهم. المخدرات، الكاشيات، الإجرام داير حالة. واش بون معروفة الشرطة بالزواف على كل حالة، والشرطة هذه لازم يعني تطهر، هذا الأمن الوطني هذا لازم يطهر تاع الصح، باسكو لا بليبار هما لما يديروا في السابوطاج هذا تاع كل المدن الجزائرية، باسكو عندهم مسؤولية كبيرة الشرطة في الأمن الاجتماعي هذا، يعني في امن المجتمع. راكم تسكورتيو في مسؤول يا صاحبي، تزيدوا عليها بزاف مي بصح. واش خفتوا يقتلوه؟ يموت. اللي ماهوش واجد وماهوش مستعد يموت على جال الجزائر، علاه يحكم مسؤوليه؟ علاش يحكمها؟ تحكمها باش مرتك تولي تقول موماغي انكدا، موماغي مينيست، موما راح ترنكوا على رواحتيكم، مخطونا الزواف، صحاب التشرس، واش نسميكم؟ ماكش قادر تتحمل المسؤوليه، ماكش قادر تموت، راك خايف من الموت. ما تحكمنيش يا دين الله، اخطيني، ما تهضرش باسمي، كون راجل ولا اخطيني، بعدني كاع. كليتو البلاد، كليتوها، تحبوا غير لافريم هذاك الزوخ، ريسكورتيو فيكم والعياط ولا سيران، هيا طوروا ولا رنكو كاع ايتيك. المهم، السلام عليكم.